على مدى 3 أيام ضرب عشاق الطرب الروحي الأصيل موعداً مع الفن والكلمة الجميلة الراقية بقاعة أحمد بوكماخ بطنجة احتفالاً بالنسخة الثانية لمواسم خالدة المنظم من طرف الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية والروحية. مهرجان مواسم خالدة في الدورة الثانية وعلى نفس النهج دائماً يحتفي بتيمتين جميلتين، تيمة وطنية من خلال تذكر المسيرة الخضراء المضفرة وعيد استقلال المجيد، وتيمة دينية تذكر مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. نفحات الذكريات الوطنية هبت على عروس الشمال لتعطر أجواءها وسط حضور نوعي مميز. احتفال يأتي تنظيمه تزامناً مع احتفالات المولد النبوي الشريف وعيدي المسيرة الخضراء والاستقلال، 3 مناسبات مجتمعة أضفت على نسخة هذه السنة لمسة البهاء. المشاركة ديالي اليوم كانت الحمد لله واحد التفاعل كبير مع الجمهور، وانا جدا كنت متأثر فوق المسرح بقوة التفاعل اللي كان مع الجمهور. وجدت هذه الدعوة من خلال الأستاذ والباحث الكبير عبد السلام الخلوفي، وطبعا قبلت الدعوة أنني نجي لأنه مهرجان كيحرص على تنمية الذوق. فالحمد لله جينا وكان واحد العرض جدا جميل جدا بزاف. أنا من الناس اللي واخا كنت كنغني كنت مستمتع أنني مع هذا الجمهور الجميل الطنجاوي. أنا جد سعيدة بافتتاح مهرجان مواسم خالدة، وكنوجه تحية كبيرة للأستاذ عبد السلام خلوفي اللي كان عنده تسيير الفني لهذا المهرجان. وأنا طنجة عندها يعني معزة خاصة لأنني قريت هنا 4 سنين، ومن بعد صافي وليت كل فترة كنجي، كانوا بزاف ديال المحافل ودائما كنفرح فاش نكون معك. يا محمد صاحب الشفاعة وطول الهادي، يا محمد كريم انشهد من بعض الله، يا محمد كل شفيع عيون ربي يا ربي تعيد وتسدد خطار حتى مره غنشارك في مهرجان مواسم خالدة. لقيت الدعوه من طرف الاستاذ الكبير عبد السلام الخلوفي، فرحت سورتو ان قليل في هذه الانواع ديال التظاهرات هادو ما كنكونش فيهم بزاف، الاغنيه الدينيه والاغنيه الوطنيه ليا الشرف، وخصوصا انني كان عندي الحمد لله الحظ انني نغني الاغنيه ديال المثل العالي محمد صاحب الشفاعة نور الهادي قبل بصوتي. كانت لقات واحد النجاح الحمد لله على مواقع التواصل وفي لي راديو، وكانت فرصة أنني إن شاء الله نقدمها دابا إن شاء الله في هذا المهرجان، هي وواحد الكوكتيل ديال الأغنية والأغاني الوطنية حماسية. حفل فني راق امتزجت فيه الأغاني الدينية الخالدة بملامح وطنية وفق برنامج غني تتخلله عروض فنية متنوعة أحياها فنانون مغاربة ذا عصيتهم في الوطن العربي. 3 ليال من السمر والفن الراق الأصيل سافر عبرها متيم الجمال بين رواحل الكلمة الهادفة وعذب الألحان. الله أكبر.